بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو غنشوفو ان شاء الله لاشاص منش كتكون لاشاص دي هنايا الميكانيزم هنا بوطون بوسوار هما هادوك الكو هنا هنايا انجوان الجوان هذا ان كرو اون بلاستيك ان غون كرو اون بلاستيك هذاك راه كرو هو اللي كيشد هاد لاشاس باش ما تمنش هذا كيجي من تحت منو ان جوان يليق باش يحبس الماء سيغ ستوبيلو يجي هنا تحت من هذا سميت هادو لي فيس بابيون ها هو بحال الفراشات هما هادو هنا كيبان لك واحد البلاستيكه هنايا هادو كيجيو من الفوق بلاستيكه وبلاستيكه هنا وهادي كيجي من التحت ها واحد الكروب كدير هذا وهذا وكتزير الكروب اخرى وهاد لي فيس بابيون هادو كيجيو من التحت كاع تما لي فيس بابيون واش بنادم يفهم ليك مزيان شتيهم هما اللي كيزيرو لاشاص كدير هادو من الاولين هنايا كدير هذا هنايا بلاستيكو كزير هاد الكرو هذا غير باش كدير هادا فيس بابيون ميكانيزم الفلوتور هذا ميكانيزم هذا عفوا فلوتور الفلوتور هذا اش كيدير ستوب لو هو لو ريزيرفوار كي ستوبي داك الماء في الريزيرفوار وهذا ريكلاج روتور هنا غنشوفو من هنا ندير لك واحد الصورة هنايا ها هذا فلوتور شتيه ملي كيهزو الما كيحبس الما سي تان فلوتور هنايا غومبليساج عمارة ريكلاج فلوتور هنا ملي كتريكل فلوتور ريكلاج فلوتور حيت هاد لاشاص ماشي بحال هادي لاخرى هادي هنايا هنايا لوفي هذا هو اللي كيت ملي كتورك على هذا هذا الفيسنس اللي كيتهز باش يخرج الماء هادي انشين لي فيس بابيون هضرت عليهم هذا شتيهم هما هذا لي فيس فيكساسيون دو لا كلوش ناقص هذا بحال الكلوش كلوش كلوش يتهز بحالك كلوش تيج هذا تيج بلان عامر لي عمر هاد سميت هاد التيج هادا لي الماء هنا فيها هنا ملي كيهز انا غنشرح ليكم دابا يدخل الماء هنايا هذا كيبقى حتى كيحبس الماء من بعد ملي كتجي حتى كتورك على هذا البويسه هاد السلسله هادي كتهز والماء كيخرج من هنا صافي ديال لاشاص دونك هادو هما المكونات ديال لاشاص هنايا ريكلاج فلوتور غومبليساج فلوتور فيكساسيون دو لا كلوش كلوش فيس فيس شين اون شين لوفي يرفع ريكلاج فلوتور هنا كتريكل السلام عليكم ورحمة الله وكل عام وانتم بخير.